يلا اوكي زين شباب، اليوم محاضرتنا عن الفاسكولايتس والفاسكولار تيومر. هذني اليوم ان شاء الله ناخذهن، ذني طبعا ماكو عليهن لا ميديسن ولا اكو عليهن سيرجري. زين، فذني اذا نكملهن نكون احنا كملنا الباثولوجي، يبقى لنا بس الباثولوجي المتعلق بالسيرجري ومحاضره الارثميه. تمام، خوش. فخلنا نبدي بأول موضوع اللي هو الفاسكولايتس. شنو قصدهم بالفاسكولايتس؟ مبين انفلاميشن مال البلاد فيزل. زين، احنا نعرف انه احنا عندنا ماني بلاد فيزلز، عندنا يعني كتايبس، اقصد عندنا لارج وعندنا ميديوم وسمول وعندنا الكابيلاريز وعندنا الفينز همينا بها تايبس. زين، فاحنا عندنا مالتيبل تايبس تتقسم حسب السايز مال الارتري، اذا كان لارج او ميديوم او سمول. زين، وكل واحد من عندهم مثلا الكاتيجوري جماعه اللارج بها مالتيبل ديزيزز. حلو، فاحنا اصلا هنا هم مقسمين ناخذ بس ديزيزين، واحد من اللارج واحد من السمول. زين، فخلينا نشوف اول شيء الباك جراوند عن الفاسكولايتس، او هو شلون دا يصير. اول شغله، الفاسكولايتس اذا صار راح يعطيك دايفرس كلينيكال سيتنج. يعني شنو؟ يعني ماكو فد شيء محدد تقدر انت تعمم على الكل، لان كل فيزل راح يصير به انفلاميشن راح يسوي لك ساينز سيمبتومز اكوردنج تو ذا اورجان افكتد. حلو، اكو ثلاث طرق. زين، الفيزل ممكن انه يتاثر بيها، اللي هي اما انفكشس يكون دايركت انفكشن يطب لك بالبلاد فيزل ويسوي لك انفلاميشن، يا اما immunological. زين، مثلا انتي بوديز راح تتكون وتروح تهاجم لك البلاد فيزل، او انون الحدث ما يعرفون شنو الطريقه. زين، واكو طبعا هم الفاسكولايتس يستعملون ثلاث سينونيمز، واحد مشابه للاخ اللي هن الارترايتس والفاسكولايتس والانجايتس، كليتهم معناها نفس الشيء. زين، فهسه عرفنا ان احنا عندنا ثلاث طرق كميكانيزم على مود نسوي انفلاميشن المن للبلاد فيزل. حلو، زين، الاميونولوجيكال زين يتقسم لك الى اربعه انواع، بينما الباثولوجيكال اقصد الانفكشس هو مجرد دايركت انفيشن ده يصير عندك للبلاد فيزل باي ذا مايكروبس. حلو، فالاميونولوجيكال عندك اربع طرق يقدر بها الاميون سيستم يسوي لك انفلاميشن. شلون؟ اول نوع اللي هو الاميون كوبلينكس ميدييتد، يعني مثل ايش؟ ربطوليا ويا جماعه الانفكتيف اندوكارديتس، من كان يصير عندهم سبلنتر هيمرج، اللي هو شنو؟ انتي بودي ضد منه؟ ضد انتيجين، اثنيناتهم التحموا سووا لك اميون كومبلكس، افتر لك بالدم وصل لك المن للكابيلاريز اللي موجوده بالنيل، فهذا ايش سوى لك؟ سوى لك انفلاميشن هناك وانطاك سبلنتر هيمرج على سبيل المثال. يعني زين، ممكن دايركت انتيبادي اتاك، يعني اكو فد انتيجين الجسم ما متعرف عليه، صار فد خلل معين موجود، وين موجود؟ بالبلاد فيزل، فيجي الجسم يهاجمه. حلو، او يكون سيل ميدييتد. السيل ميدييتد قصده انه التي سيل تهاجم، من يقول لك ايميون كومبلكس او دايركت انتيبادي هناك كلها على جماعه البي سيل هو ده يحكي، لان هي اللي تعطينا الانتيباديز. زين، فجماعه السيل ميدييتد اللي هي تكون التي سيل، مثل ايش؟ مثل جماعه الريجكشنز. زين، اللي هم لان التي سيل تجي تريد تشوفه يعني ما تتعرف عليه وراح يصير عندك انفلاميشن بسبب وجوده هناك. النوع الرابع وهذا في شيء جديد علينا، اللي هو شنو؟ الانتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتيبادي، يعني الجسم يقوم شي يسوي؟ يكون انتيبوديز ضد منو؟ ضد فد سبستانسز او اورجانيلز موجوده وين؟ موجوده بداخل النيوتروفيل. عندنا نوعين من هذا شي يسمونه الهجوم، اللي هو ناس يسموهم انكا وناس يسموهم اعتقد البي انكا. زين، اللي هم واحد يهاجم لك الام انكا والبي انكا، اللي واحد يهاجم لك المايلو بيروكسايديز وواحد يهاجم لك الدي ان ايز اعتقد حسب ما اتذكر. زين، ها انتم طبعا اذا تردون مثلا تتوسعون بعد بالموضوع، لان احنا هواي مواضيع مني. حلو، هم خليكم اياها بالاس اس اس، فاكو يعني ملزم لو خان دزيت لكم اياها كاتب بيهن المواضيع البقيه وشارح على كل واحد، فإذا أي أحد إلى واس يعني دزيتها خلي يقراها. زين، ف
بس هنا هم مركزين على بشكل عام هو على الانكال اللي موجوده وين بالبوليارترايتس. هنا هو ايش دي يصير اب يعني هذا عمود دي يصير عندنا الانفلاميشن، دي يصير انه من صار عندك انفلاميشن اكيد موجوده نيوتروفيلز، فهي طلع لك المايلوبيروكسايدز والنيوكليز وهاي الامور مالتها وين تطرحها خارج السيل، فمرات الاميون سيستم ما يتعرف عليها ويكون لك انتي بوديز ضدها ضد مثلا المايلوبيروكسايدز. زين فمن راح يجي يشوفها ويلقاها موجوده راسا راح يبدي يسوي لك انفلاميشن والتروفيل اصلا يعني ممكن تتواجد موجوده بالوول باي مكان يعني اذا احتاجوا لها. زين فراح يصير عندك الانفلاميشن فشي كلش بسيط، بس الفكره من عنده انه الجسم بيهاجم لك سبستانسز موجوده وين بداخل النيوتروفيلز. حلو، فسيما انفكشيوس يا اما اميونولوجيكال بوحده من ذني الطرق اميون كومبلكس direct attack cell mediated او الاثنين عن طريق البي سي ال او تي سي ال اللي هو cell mediated، والرابعه اللي هم جماعه الانكا اللي هي اشياء بداخل النيوتروفيلز. زين فالانفكشيوس اذا شخص واحد صار عنده انفكشن مثلا جماعه السيفلس، دول جماعه السيفلس صار عندهم سيفلس وهذه الامور كليتهن بالتيرشري ستيج. زين السيفلس والانتيبوديز مالته والهاي طبعا سولفنا عليه بوحده من المحاضرات بس ما اتذكر يا هي قلت لكم ذني الاميون كومبلكس وين راح تجيك؟ راح تطب بالفازوفيزورم مال منو؟ مال الايورتا، فتبدي تسدها ويبدي شي يصير عندك؟ يصير عندك ويكنينج ونكروسيس وفايبروسيس وين؟ بالاوتر بارت او الاوتر هالف مال منو؟ مال الايورتا. يعني احنا نتذكر انه الانتيما ونص القريب على اللومن مال الميديا دايركت ديفيوجن يجيها السبلاي، بينما الادفنتيجيا والاوتر هالف مال منو؟ مال الميديا سبلاي باي ذا فازوفيزورم. زين فهنا السيفلس ايش دا يسوي؟ هو مو دايركت انفكشن يعني دايركت انفيجن للبلاد فيزلز، وانما اكو طريقه ثانيه الانفكشن راح يسوي لنا بيها هذا الفاسكولايتس اللي هي الثانية اللي قلتها، انه شنو بشكل اندايركت يخلي الاميون او الاميون سيستم يهاجم لك الاذر بارتس او الاذر فيزلز اللي موجوده مثل ما سولفنا هسه بالسيفلس. سيفلس هو اس تي دي زين وما له علاقه بالفيزلز، بس عن طريق اندايركت شيء يسمونه اتاك مال الاميون سيستم راح يسوي لك الانفلاميشن. زين فالانفكشنز عندها طريقتين بينما الاميون سيستم هو طريق واحد، اختار واحد من عندهم، واحد من ذول الاربعه. زين وليش احنا لازم نفرق هل هو هذا انفكشيوس لو اميونولوجيكال ميدييتد؟ لان الوي مال التريتمنت راح تختلف، لان ممكن ان مثل هذا جماعه السيفلس وشفته هو عنده انفلاميشن بالايورتا. زين اكو نوع من الـ يعني الفاسكولايتس مال الايورتا اللي هو اسمه الكاواساكي ديزيز. فانت شعبالك عبالك كاواساكي ديزيز، اجيت سويت له، اجيت انطيته مثلا اميون سبرسنت وهو طلع انفكشن. زين فانت مجرد حسوي اكزازربيشن للوضعيه مال البيشنت. حلو فركز على هاي الشغله تمام. خش بالنسبه للكلاسيفيكيشن قلنا ثلاثه، لارج وميدل وميديوم والسمول. احنا على منو حنسولف؟ واحد من اللارج وواحد من الميديوم. زين البقيه هم كلها خليكم يا اس اس اس. فقلت لكم اذا احد يريد خلي يقراها. فهسه احنا ايش سوينا؟ افتهمنا التعريف، شفنا السينونيمز مال الفاسكولايتس، شفنا شلون يسوي لك كلاسيفيكيشن، شنو هي الميثودز اللي راح يسوي لك دامج وين؟ للفيزلز. حلو فنيجي ويا اول ديزيز. شنو اول ديزيز؟ الجاينت سيل ارترايتس او التمبورال ارترايتس. زين هذا البيشنت شلون يجيك؟ با انت هو جاءك بس انت ما تدري يعني بحساب بعدك مقارن الموضوع. زين با يجيك شو يقول لك؟ يقول لك دكتور عندي الم فظيع كلش براسي دا يصير. زين تقول له وين الالم؟ يأشر لك على الدايركشن مال منو؟ مال التمبورال ارتري. زين طبعا هاي كلاسيكال برزنتيشن، يأشر لك على التمبورال ارتري وراه يقول لك وعيوني قام الفيجن مالتي قل مدى اباوع زيناني. زين وراها او شيء يجيك اصلا الفيجن مالته رايح. انت شو تسوي؟ انت بس تباوع على التمبورال ارتري مالته راح اشوفه ديستندد. زين والبلسيشن مالته تبين.
حلو، فالتراسل راح يشك بهذا الديزيز حلو اللي هو الجاينت سيل تمبورال ارترايتس. هنا هو ايش يصير عندك؟ با عندك تي سيل با اللي هي واحده من الميثوز مال الميونولوجيكال، ايش ده تسوي لك؟ ده تهاجم لك انتيجين موجود بالفيزل اللي هو وين؟ بالتمبورال ارتري. طبعا هو بس تمبورال ارتري سولف على البقيه. فهذه الاتاك راح يكون شامل لك تمبورال ارتري كله لو سيجمنتال؟ لا، يكون سيجمنتال. كلش مهمه هاي تنتبه عليها. ليش مهمه؟ لان الدياجنوستيك للجاينت سيل او تمبورال ارترايتس هي البايوبسي. تاخذ البايوبسي واكو فايت كاركترستكس فيتشرز انت تشوفهن حلو. فهذه من حتشوفها انت راح تعرف انه هو عنده جاينت سيل تمبورال ارترايتس او ممكن يصير بيها ميسنج. ليش يصير بيها ميسنج؟ لان الديزيز سيجمنتال، فممكن انه انت ماخذ بايوبسي وهو ما بيشي. فما تاخذ بايوبسي واحده، تاخذ اثنين او ثلاثه على موتشين، تاخذ من المكان تصدف، تاخذ من المكان البي انفلاميشن حلو. فهسه تمبورال فشطيك البين يكون سيفير ثروبينج بين وتندرنس، يكون عنده بين على طول التمبورال ارتري مالته حلو. بس هو شنو ما راح يعني يصيب لك فقط التمبورال ارتري، هو يسموه جاينت سيل ارترايتس او التمبورال ارترايتس الاذر اسم، سواء الاسم لا قصدي يعني هو يصيب لك اذر فيزلز مثل ايش؟ مثل فيرتبرال زين، او ممكن يصيب لك الكرانيال نيرفز فيجيك بسايز سيمتومز هي مال الكرانيال نيرفز، او يصيب لك الاوبثالميك زين ارتري. فساني من البرزنتيشن قلت لك انه الفيجن مال تراح. فهذا البيشنت مجرد انه يجيك وانت عندك سسبكت انه هو جاينت سيل ارترايتس، راسا تنطيه هاي دوز من الاستيرويد، لان هذا اللوس مال فيجن اذا ما رجعته راح شي يصير عندك؟ راح الفيجن تخسره حلو. فلازم انت راسا تنطي الاستيرويدز حلو. الساينز اللي تكون عنده يكون عنده جو كلوديكيشن زين. ليش ده يصير؟ طبعا ذني كليه ده يصير بسبب الاسكيميا اللي ده يصير للاورجان حلو. واكو شغله ضيفوها لكم يعني على مود بس تسهلون انه هذا الارتري ده يصير بيه. دائما اللارج ارتريز يكون عندك شنو؟ عندك ريدكشن بالبلسس وبالبلاد سبلاي، بينما الميديوم فيزلز يكون عندك فورميشن مال الثرومبس وينسد ويصير اسكيميا، بينما السمول بلاد فيزلز هلقد ما هي ديليكيت ما تتحمل ويصير بيها هيمرج زين. فلاني بس رتبون هيك ببالكم. هذا هو ميديوم يعني، فاكثر شيء راح يكون شنو عبي؟ السوبر امبوزد ثرومبس زين. إضافة إلى أنه الـ ESR راح يكون مرتفع اللي هو قلنا ماركر ما للـ مو أكيوت وإنما الـ Chronic Inflammation زين. فالشي كله سهل تعرف يعني، ركزوا على الـ Loss مال Vision ومال الـ Temporal Artery زين حلو. وهاي الصورة اللي خليتكم إياها هنا بس على مود تحفظون الـ Temporal Artery شون الـ Distribution مالتي وشنو نوع الـ Pain وهذه اللي راح يصير تمام حلو. النوع الثاني اللي راح ناخذه اللي هو شنو؟ اللي هو البولي ارترايتس نيدوسا تمام. بقى من انت دائما اذا تريد تفهم اي شغله افهم معنى الاسم مالتها. بولي ارترايتس نيدوسا يعني عندنا مالتيبل فيزلز دي صار بيها انفلاميشن. بس شنو قصده بالنيدوسا؟ قصده انه ده تتكون عندك نوديولز بيها. بقى ابو الجاينت سيل ها اكشال اخذيفكم اياها هنا، او الجاينت سيل ما قلنا بيه نوديول لانه ما راح تتكون نوديولز. هنا راح يتكون عندك جرانيوليشن تيشو زين، والبلي بني يصير عندك جرانيوليشن تيشو اكو ماكروفيجز. هاي الماكروفيجز مالتيبل وانز يصير بيها فيوجن فتعطيك تايب من السيلز يسموها الجاينت سيل. طبعا هي ماكروفيج مالتيبل ماكروفيجز صار بيها فيوجن فانطتك هذا النوع من الخلايا لهذا يسموها جاينت سيل ارترايتس زين. بينما هنا الندوسة يعني nodules formation. ليش يصير nodules formation؟ لأنه نفس الفكرة هم عبارة عن segmental inflammation بس مال منو؟ مال الميديوم. هذاك قلنا مال اللارج. بس إيش يصير هنا؟ الوال من دي يضعف دي يصير عندك formation للأنيوريزم تمام؟ زين. وبي نوعين عندنا الكلاسيكال زين، وعندنا الاكوفيد نوع لا خص نسولف عليه.
شنو قصدي بالكلاسيكال؟ اللي هو هذه السوالف اللي يعني زين يكون عندك inflammation segmental بالميديوم sized arteries باع يا نوع من الارتريز الميديوم sized، يعني لا الكابيلاريز راح تنصاب ولا الفينيولز راح تنصاب ولا الارتريولز راح تنصاب، تمام؟ فقط الميديوم sized، يعني ممكن يصيب لك الهارت، ممكن يبيه كورونري، هذا الميديوم، ممكن الرينال، زين ممكن ميزنتريك، ممكن هيباتيك، زين اي ميديوم sized artery. زين هنا شنو هي الباثولوجيكال فيتشرز اللي انت راح تشوفها؟ الجروس فيتشرز قلنا من تبع عليه استوني انا سالفته انه انت عندك سيجمنتال انفلاميشن وعندك بالمكان اللي يصير بي انفلاميشن الفورميشن مال الانيوريزم اللي راح يكون شكلها على شكل شنو نوديول. زين هاي شلون انت راح تعرف هو هذا الجروس مالته؟ تسوي له انجيوغرافي، زين من الانجيوغرافي وتبع الفيزل مالته حسب السايز والسيمتومز هو اللي جاي بيها البيشنت طبعا. زين يعني ممكن يجيك ممكن يجيك في جماعه الاسكيميك هارت ديزيز، ممكن يجيك انجينا وهاي الامور، زين بس ما العلم هو فاسكولايتس واللي خليناها من ضمن الدفرنشال دايجنوسيس، زين بوقتها بالمحاضره بس اذا نسولف عليها هنا. حلو، بينما المايكروسكوبيك فيتشر يكون عندك فيبرينويد نيكروسيس، تمام؟ فيبرينويد نيكروسيس طبعا هم شغلتين تعطيك الفيبرينويد نيكروسيس، الماليجنانت هايبرتنشن والبولي اريثرايتس نيدوسا، زين لان اثنيناتهم ابو الماليجنانت هايبرتنشن دي يسوي لك اسكيميا ومدى تحصل يعني الوول مالك مال الفيزل دي حصل بروبر نيوتريشن، بينما هنا لا دي يصير انفلاميشن فيصير عندك فيبرينويد نيكروسيس. زين بما انه هو فيبرينويد نيكروسيس فاكيد يعني عندنا انفلاميشن بالارتيري وبالارتيريال سايد، البيري ارتيريال سايد من انفلاماتوري سيلز بانواعها من ماكروفيجز النيوتروفيلز الازينوفيلز ذني كليتهم. زين بس اهم شيء تعرف انه هو دايفرز كلينيكال بيكتشر تعتمد لك على الفيزل المتاثر. زين بما انه هو ميديوم سايز ايش راح يعطيك؟ حيعطيك سوبر امبوزد ثرومبس، ان الميديوم سايز سوبر امبوزد ثرومبس، بينما اللارج يصير لا يعني مستحيل يصير فيها ثرومبس من سد يعني الا اذا كانت هذه الثرومبس كلش كبيره. حلو فاكثر شيء انه يصير عندك اسكيميا، زين بسبب الانفلاميشن اللي دا يصير. زين النوع الاخ شو يسمونه من البولي ارترايتس نيدوس، هاي سولفنا على الكلاسيكال اللي هو اللي يسموها المايكروسكوبيك او الالرجيك او اللوكوسايتوكلاستيك. زين كلاستيك يعني broken into pieces، زين شنو قصده هنا؟ الوايت بيسز، زين اللي مشتركه بالانفلاميشن راح تكون مقسمه الى فراجمنتس. حلو، من تشوفها مقسمه الى فراجمنتس تعرف انه هذا مايكروسكوبيك. زين والاشياء اللخ اللي تميزه عن الكلاسيكال الطبيعي انه هذا يصيب لك الفينيولز ويصيب لك الكابيلاريز ويصيب لك الارتيريولز، زين ذاك كان شيء يصيب لك فقط الميديوم سايزد ارتريز. هذه السايز والسيمتومز مالته راح تكون مور دايفرس لان هو مالتيبل فيزلز دي فيه، فممكن يجيك هيموبتيسيس، ممكن يجيك هيماتوريا، ممكن بروتينيوريا، باول بليدنج، سكين بيربرا، زين انواع موجوده. وهنا البيشنت يكون عند الانكا بوزيتيف، ذاك ما يكون عند الانكا بوزيتيف، تمام؟ هاي همينة هسه نقاط التفرزنتو بيها، هسه هذا انكا بوزيتيف ذاك لا، هذا اربع انواع، هذاك نوع واحد كفيزلز يهاجم ذاك الميديوم، وهذا هو انواع. هذا شو يسمونه؟ يكون عنده النكروتايزنج جلوميرولونفرايتس، ليش؟ لان عندنا دايفيرس كلينيكال بيكتشر، بينما ذاك لا فقط الميديوم سايز، صح يعطيك دايفيرس بس مو مثل الدايفرسيتي مال هذا. زين؟ فالحد الان ها بس بقى الشغله الاخيره اللي هن شنو هي الاشياء اللي راح اسوي لك البول اريثرايتس نيدوسا؟ ممكن دراج، زين دراج يعني شنو؟ يعني عندك الرجي والالرجي سويت لك بول اريثرايتس نيدوسا يعني ميرولوجيكال، ممكن مايكرو اورجانيزمز يعني انفكشيوس، زين ممكن تيومرز انتيجينز وهم راح يكون ميرولوجيكال او هيتروجينس بروتين امين ميرولوجيكال، يعني اما ميرولوجيكال او انفكشيوس. زين فهذا كل الحكي عن الفاسكولايتس سواء كانت
لارج او سواء كانت ميديوم. اكو فشي صعب بيها؟ عندكم سؤال؟ زين اوكي حلو اوكي تمام. فنبدي هسه بالفاسكولار تيومرز. طبعا هو موضوع مزعج وما حد يحب التيومرز بس وما ما يجيبون هم عليه هالقد اسئله بس اقروه يعني خاف احد يجيب عليه كم سؤال. فاحنا هسه راح نحاول اسهلكم اياها وتركزون على الاشياء المهمه مال كل تيومر على مود من يجيكم بسؤال تعرفون تجاوبوا. زين التيومرز زين اللي تصير بالفيزلز تكون على ثلاث انواع، عندنا البناين والانترميديت وعندنا المالجننت. زين فاحنا راح حناخذ الانواع مال كل البرانش من ذني. زين هم ليش قسموها بهذا الشكل؟ حسب البيولوجيكال بيهيفير مالته، يعني اذا كانت على كيف هذا تسوي جروث ومو انفيزيف وديستركتيف للادجيسنت تيشو فهاي بناين. اذا كانت كلش ديستركتيف وحتى تسوي لك ديستركشن بالبون فهاي مالجننت. من نانا ومن نا يعني ماخذ صفات شويه من البناين وشويه من المالجننت فهاي الانترميديت. حلو؟ فنبدي باول نوع اللي هو البناين. عندنا الهيمنجيوماز تمام؟ اللي هو من اسمها يعني الفورميشن اوف ذا بلاد فيزلز. زين؟ بس بشكل يكون عندك يسوي لك تيومر اللي هو يكون بناين. وتكون ذني كلش كمان. طبعا اعتقد انه انتم شايفين هيك نوع بس ما كنتوا تدرون انه هو تيومر. يكون شكله مثل الوحمه الحمراء. زين؟ بس بقول هاي الصوره. هيجي انا صراحه شايف هيجي. زين؟ تكون بالعين بالصدر بالكتف. زين حسب المكان مالتها. زين ممكن اصلا انه يعني تكون بالماوث. زين لان هي عندها الموست كومن سايتس مالتها سكين ممكن سبكوتينيوس تيشو ليبس اورال ميوكس يعني اورال ميوكس ميمبرين. زين فكليته على الخارج. زين هاي شنو الفكره من عندها؟ شنو اللي دي يسويها هيجي؟ زين احنا من اسمها نعرف هو هيمنجيوما يعني عندنا فورميشن ما شنو مال البلاد فيزلز. زين طبعا هو عندنا نوعين، عندنا الكابيلاري هيمنجيوما وعندنا الكافيرناس هيمنجيوما. زين ها ولاني طبعا اكثر شيء شو يعني تشوف ان انت بالاطفال. ليش؟ لان يصير بها ريجريشن يعني ها ما تطول يجي للدنيا موجوده عندك كم سنه وتروح ما تبقى. ليش قسموها الى كابيلاري والى كافيرناس؟ حسب الديفلوبمنت مالتها. يعني جماعة الكابيلاري من اسمها كابيلاري هيمنجيوما يعني عندنا abnormal proliferation of the capillaries. مجموعة كابيلاريز كلش هواية أو blood vessels بالسايز مال الكابيلاريز ده تتكون لك سويت لك هاي الوحمة. زين بينما النوع اللي هو الكافيرنس لا هذه blood vessels اللي ده تتكون لك تشبه لك الكافيرنس sinus. زين تكون venous-sized بالسايز مال فينز بالشيب مال فينز. زين وتكون شانلز وحده مرتبطه باللخ. هذه يختلف عن ذاك بشنو؟ انه ذاك على السوبرفيشال بارت مال البادي. هذا لا ممكن انه تشوفه بالسكين باللبس بالتانك حتى بالليفر وبالسبلين ممكن بالبنكرياس. زين لان هو عباره عن ابنورمال جروث مال البلاد فيزلز. زين ف وأهمية ترى مو ذيك الأهمية يعني مجرد تسوي له يعني اكسيشن وتخلص من عنده. زين بس أنت لازم تفرقه بالبداية. أنت مو بس تشوفه يعني أنت راح تعرف إنه هذا تيومر. هاي إحنا هيك نسولف يعني هذا النوع من التيومر لأن أنت لازم تاخذ بايوبسي وتشوفه هو شلونه وش قد صار له من وقت. زين على مود تعرف البيهيفير مالته وعلى أساس أنت راح تشوفه بناين او مالجننت او اذا كان انترميديت بيناتهم. زين بس هذه السايت مالتي كلش مهمه. ليش؟ لان صحيح هو بناين بس من حيتكون لك راح يسوي لك كومبريشن. يعني مثلا اذا كان بالبراين راح يسوي لك كومبريشن بالبراين يعطيك نيورولوجيكال سيمتومز مع انه انتك شو ما بيك بس هذا بسبب الجروث مالته والبرجر دي يسوي لك هذه السايز والسيمتومز. زين حلو فهسه كملنا اول نوع من البناين تيومرز اللي هو الهيمنجيوما قسمنا الى كابيلاري والى كافيرنس. نيجي الى النوع الثالث اللي هو البايوجينيك جرانيلوما. البايوجينيك جرانيلوما همينا مثل اسمها انه احنا عندنا شنو؟ عندنا جرانيليشن تيشو. شنو قصدها طبعا هو بالجرانيليشن تيشو؟ انه عندك مثلا فورم بادي
موجود في المايكرو اورجانيزم، تيجي شنو تيجي نيوتروفيلز وتفتر تسوي لك سيركل. مثلا الماكروفيجز همينه وتكون لك سيركلز دائره مداره وراها تتحد يسوي لك الجاينت سيل. فهذا كله يتبع هاي ستراكشرز مالته، طبعا ما ذكرتهم بالضبط لان ما اتذكر وصف بالضبط مالته. فذني كليتهن راح يسوي يسموها جرانيليشن تيشو. زين، فهنا من يقول لك جرانيلوما يعني عندنا فورميشن مال تيشو يشبه الجرانيليشن تيشو، تمام، بس يكون بايوجينيك. يعني هنا انا قصدي به انه اكو فيت كونديشن تصير عندك وتسوي لك باس وانفكشن وهذه الامور وتعطيك هذا النوع من التيومر. لذلك هذا الشخص اللي صار عنده البايوجينيك جرانيلوما one third of the cases راح تشوفها after the trauma. شخص مثلا انضرب هنا، حلو، ووراها شاف عنده abnormal growth، لان يعني المفروض هنا شيء يصير يطلع دم ويصير عندك coagulation ويوقف الدم، بس بمرور الوقت يشوف فد abnormal tissue دي يصير هنا بيباس وهذه الامور وabnormal growth مال blood vessels. زين، فدي ينطيك هذا النوع من التيومر. زين، انت تقول لي هو تروما، ليش دي يسوي لك abnormal growth دي يعطيك تيومر؟ تقدر تربطها شلون؟ انه هو دي يصير عندك inflammation، زين، بهذا المكان لان صار عندك تروما، حلو. زين، هذا الانفلاميشن حيطرح لك سايتوكاينز ومن ضمن الجروث فاكتورز، وهاي الجروث فاكتورز راح يسوي لك نيوفاسكولارايزيشن والفورميشن ما شنو مال نيو بلاد فيسل، ويكون كلش رابيد جروينج، تمام. هو طبعا حسب المكان اللي دا يصير بي، فراح يصير عندك هذا البايوجينيك جرانيلوما بالمكان اللي صار عندك فيه تروما. زين، مرات تشوفه انت اصلا عدي البريجنسي همينة نوع من البايوجينيك جرانيلوما يسموه الجرانيلوما جرافيدورم. زين، يكون عند البيشنت اللي عندهم بريجنسي، طبعا نسبتهم 1% مو هاي، ويكون يشبه هذا. زين، همينة عندنا رابيد وابنورمال جروث مال شنو؟ مال البلاد فيسلز. زين، سكملنا الهيمنجيوما، كملنا البايوجينيك جرانيلوما، نجي الى الليمفنجيوما. يعني شنو عندنا؟ عندنا ابنورمال جروث مال منو؟ مال الليمف channels. حلو؟ زين، انت هذين تقسم لها الى 4 انواع. زين، عندنا سمبل. شنو قصده بالسمبل؟ يعني مجرد channels هي مال lymph node زايده بالعدد وصار بها proliferation. هل قد ما زاده بالعدد وصار بها proliferation وصلت الى مرحله انت تقدر تشوفها. بينما الكافرنس او الليمفنجيوما، من يقول لك كافرنس يعني تكون سيست لايك وتكون بيها شانلز، زين، وكبار كلش، واحده متصله باللخ. زين، هذا البروليفريشن اللي دا يصير. فرق السمبل عن الكافرنس انه سمبل اكو سلايت اليفيشن، بينما الكافرنس لا، تكون كبيره وتسوي لك ديفورميتي اصلا. زين، هل قد ما هي كبيره؟ اللي ممكن يوصل حجمها الى 15 سنتيم. بينما ابو السمبل لايك سمبل اليفيشن بيصير وين عندك على السكن انت تقدر تشوفه. حلو، فسعدنا وين؟ عندنا السمبل وعندنا شنو؟ عندنا الكافرنس. لذلك تشوف ابو الكافرنس من شنو متكون؟ متكون بعد مكتوب massively dilated endothelial lined lymphatic spaces، يعني حجمها كبير. زين، ولايند والستراكشر مالتها مال يعني الليمفاتيك تيشوز. زين، وهن كبار وشانلينج، بس الفرق ما بيناتهم انه اكو انترستيشيوم ده يفصل لك ما بين هاي الشانلز. زين، بس ايش كملنا؟ كملنا الهيمنجيوما، كملنا البايوجينيك جرانيلوما، كملنا الليمفنجيوما، تمام، هذول الثلاثه. فخلينا نشوف الصور مالتهم. احنا شفنا اول نوع من الهيمنجيوما اللي هو الكابيلاري، زين، او يسموه الستروبيري. النوع الثاني اللي هو الكافرنس، اللي هو هذا الطفل اللي على اليسرى. بقى شلون صاير؟ هذا تشوفه تعرف انه اكو هنا تيومر وابنورمال جروث. تاخذ انت شو يسمونه بايوبسي، وراح تشوفه هناك، تشوف عندك ابنورمال جروث مال شنو؟ مال بلاد فيزلز ان ذا سايز مال فينز، بالستراكشر مال فينز، ويكون بيناتهم شانلز، فيعطيك هنت انه هذا شنو؟ كافرنس هيمنجيوما. هذا الشخص اللي علمني عنده تروما كانت بالايد وصار عنده شنو؟ الابنورمال جروث مال منو؟ مال البايوجينيك جرانيلوما. زين؟
الشخص اللي جوا هذا ايش عنده؟ عنده لنفنجيوما. زين اللي هو شو عند تشوفون سلايت إليفيشن مال منو؟ مال اللنفاتيك شانلز دي يصير بيها جروث. طبعا ابو الكافرناس ما لقيت عليه صوره ابد زين، ف ما يعني كان شفت لكم اياها بس ما لقيت صوره واضحه عم تنطبع ببالكم زين. فهذه آه ها اكو بعد وحده اللي هو الجلومنجيوما. بقى الجلومنجيوما اللي هو عباره عن تيومر مال منو؟ مال الجلوموس تيومر. الجلوموس تيومر زين، شنو هذا الجلوموس بادي؟ هذا الجلوموس بادي عباره عن في ستراكشر، لا تدخلون نفسكم به هواي بس اعرفوا انه هو موجود بالسكن بالديرمس. عن شنو مسؤول؟ مسؤول عن التمبريتشر زين، والبلود فلو اللي رايح للتمبريتشر تمام، مسؤول عن ذني الشغلتين. شلون دي يسوون؟ عوفوها زين، لا تطبون بميكانيزم يعني يدوخكم ويطول عليكم الوقت ويضيعه زين. فهذا زين، هذا وين اكثر شيء موجود؟ هو قلنا بالسكن بالديرمس، بس اكثر شيء موجود عندك بالتوز زين وبالفينجرز مالتك. فلذلك تيومر وين راح اشوفه؟ راح اشوفه اكثر شيء بالتوز وبالفينجرز زين. هذا شلون يعني راح يبين لك؟ شوفنا في الصوره اللي هو هذا، هذا البيشنت اللي اصبعه اللي هو هذا بالضبط. بعد جولني المالته اكو فد هيج كلر زين. نورمالي يعني هذا اذا نشوفه احنا نقول هو ما بي شيء زين، بس البيشنت يكون ان سيفير بين زين. يعني انت ممكن تشوفه شو تقول؟ تقول لا هذا مضروب وصار بليدنج لي جوا. بس شو يقول لك؟ يقول لك لا دكتور المكان كلش دي يؤذيني وصار له هوايه زين. فتبع عليه تشوفه هو يعني بلوش نوديول موجود بالنيل فينجر وبينفل، فتفكر انه هو اجلومنجيوما زين. النوع الاخ من الـ التيومرز اللي هي الفاسكولار الاكتيجيا. بقى من يقول لك اكتيجيا؟ اكتيجيا معناتها سيفير دايليشن. حلو، في يعني عندك سيفير دايليشن بالبلاد فيزلز. شنو هاي الكلينيكال بيكتشرز اللي راح تعطيك اياها؟ تعطيك النفس فليمس، السبايدر تيلانكتيجيا، والهيديتري هيموراجيك. ما ادري شلون هاي الكلمه تلفظ زين. خلينا نشوف ذول الثلاثه شنو هم اللي هم، شنو الفكره من عندهم كلهم؟ ليكون عندك دايليشن بالبلاد فيزلز زين. فهذا اول واحد النيفس فليمس اللي هو هذا، يكون شكله مثل فليم، شايفين بالافلام من واحد يحرقون وجهه زين، شلون يكون عنده وحمه حمراء. فهنا نفس الفكره، هذا بيبي عنده وحمه حمراء على وجهه زين. هذا بعدين اذا ياخذون منها بايوبسي راح يعرفون انتو قد دايليشن بالبلاد فيزلز. زين ليش تبين هي هيك حمراء؟ يعني بس حمار كل شيء ما به، لا اليفيشن لا ديفورميتي. هذا الدايليشن ايش يخلي؟ يخلي مور بلاد يجي لهاي المنطقة. فشنو شو تبين؟ تبين مورد تمام. النوعين اللخ اللي هي الهيموراجيك والسبايدر زين، اللي هن ذين الاثنين اللي ورا. السبايدر والله الكلمة متعرف الفض هاي زين. شو راح يصير عندنا بما انه هو دايليشن بالبلاد فيزلز؟ بس الشكل ما تشون حيكون، حيكون على شكل سبايدر زين. وممكن انه هو يكون عندك دايليشن بالبلاد فيزلز ويكون هيموراجيك زين. فيا اما النيفس فليمس يا اما السبايدر يا اما الهيموراجيك، واللي تكون هيريديتري ما يعرفون شنو الكوز مالتها تمام. دول الثلاث انواع من ضمن الفاسكولار اكتيجيا. فس اوكي شباب، ف قلنا الهاي ستيج اللي تعتمد لك على السايز، ستيج على السايز، بينما الجريد على الديجري مال انفيسيفنس مال التيومر. فهذا يكون لو جريد مالجننت يعني، فخلوه بالانترميديت ستيج اللي هو الكابوسي ساركوما زين. ليش؟ هو صح مالجننت بس خلوه بالانترميديت ستيج لان هو الانفيسيفنس مالته تكون لو، بينما ميديوم او هاي كان خلوه بالستيج 3 اللي هي تكون الهاي جريد. حلو زين. الكابوسي ساركوما دائما احنا من نسمعه راح نربط وياه من؟ راح نربط ويا جماعه الايدز. حلو، بس هو لا، مو كل الانواع مال الكابوسي ساركوما تكون مرتبطه ويا جماعه الايدز زين. فاحنا هسه عندنا اربع انواع منه. اول نوع طبعا هم كليتهم نفس الباثوجينيسيس،
بس اللي يختلف بيناتهم فد كم صفه اللي هي شنو يابا. اول شغله الكرونيك كاباسيتي ساركوما هذا يشوفها بالاولد مان، زين، واحد كل شيء ما بي لا بي لا عليه، قاعد اجاك دكتور طلع لي هذا التيومر، تبع عليه تشك بي كاباسيتي ساركوما بايوبسي ما ادري شنو، يطلع صدق كاباسيتي ساركوما، زين، فما يكون اسوشيتد ويا من ويا الاتش اي في، مجرد انه واحد ممكن او ممكن انه يصير بي من يكون اولد، زين، فهذا النوع الاول اللي يسموه الكرونيك كاباسيتي او الكلاسيك كاباسيتي ساركوما. النوع الثاني اللي هو الليمفادينوباثيك او الافريكان او الانديميك كابوسي ساركوما، هذا شافه موجود وين عند جماعه الساوث افريكا، زين، راح يبين. فمن يجيك واحد مثلا شوف الكلر مالته بلاك، زين، او هو اسمر ويبين عليه انه هو مثلا من جنوب افريقيا وطلع عنده تيومر، فممكن انه تشك انه هو كابوسي ساركوما بس يا نوع هو الليمفادينوباثيك لأن هو يكثر عندهم، زين، وين راح تشوفه؟ راح تشوفه باللور اكستريميتي، طبعا كل الكابوسي ساركوما تشوفه باللور اكستريميتي، لور اكستريميتي اللي هو الموست كومن سايت، بس هنا هذا النوع يكون اكستريملي اجريسيف، يعني احنا مو قلنا انه هو الاجريسيفنس مو ذاك القوه، بس هذا النوع من عنده يكون اكستريملي اجريسيف، بينما النوع اللي قبله قلنا صح هو طبعا قلنا كلهم باللور اكستريميتي بس ما يكون الاجريسيفنس مالته بقد هذا، حلو، فهذا شو فرق تفرقون بيناتهم. النوع الثالث اللي هو الترانسبلانت، وقت دي يصير عند البيشنت ورا ما سوى الترانسبلانت، زين، واللي راح يبقى على الاميونو سابرس يعني سابرسر المده طويله، وهم يعني اكثر شيء وين راح تشوفه باللور اكستريميتيز، تمام، فهم حيكون اجريسيف بس مو بنفس القوه مال الاجريسيفنس مال الليمفادينوباثيك، زين، فحسب الكونديشن مال البيشنت اللي تجيك انت تقدر تعرف هل هو كرونيك دي يصير بالالدرلي، هل هو ترانسبلانت دي يصير ويا الاشخاص اللي عندهم ترانسبلانت، طبعا هل هو الشخص جايك افريكاني يعني هوي تشيف تعرف انه هذا دي يصير هذا النوع الليمفادينوباثيك كابوسي ساركوما. النوع الرابع هو الوحيد اللي يشترك لك ويا جماعة الايدز، فساعدنا ثلاث انواع كابوسي ساركوما هي مو من ضمن الايدز، النوع الرابع اللي يكون ضمن الايدز، زين، واللي من يبين على شخص اللي عنده ايدز يعتبر يعني poor prognosis والبيشنت داخل بحالة سيفير، وهم هنا راح تشوفه وين باللور اكستريميتي، زين، ومن تشوفه موجود تعرف ان البيشنت قلنا استوى انه دخل بحاله سيفير والبروجنوسيس مالته مو زين، راح تبدي تتفاقم حالته شويه شويه، زين، والسبب مالته هنا بجماعه شو يسمونه جماعه الايدز ان البيشنت ده انصاب عنده كيما بالهيربيس هيومن هيربيس فيروس التايب 8، يعني احنا عندنا ميني تايبس، زين، بس من ينصاب بالثامن هذا الانفكشن راح يسوي لك التيومر، حلو، وممكن انه هو يكون ترانسميتد يعني سيكشوالي، الناس سيكشوالي ما يدرون هل قد شلون يصير بي ترانسميشن، فاعرف انه جماعه الايدز صار عندهم كابوسي ساركوما نتيجه انفكشن ويا منو ويا بسبب الهيومن هيربيس زوستا الهيومن هيربيس فيروس النوع الثامن، زين، خوش، اللي هو هذا شكله، طبعا كليتهم يشابهون بالشكل، زين، لأن كليتهم نفس الباثوجينيسيس يعني طريقة تكوين للتيومر كليتهم نفس الشيء، كنا نفرقهم من البرزنتيشن اللي دي يجونا بيها، زين، فشنو هي الباثولوجيكال فيتشرز هي مال التيومر من حيث كون اللي هي تنقسم لك 3 ستيجز، عندنا الباتش والبليك والنودولر، زين، شنو قصده بالباتش؟ انه انت عندك يعني فباتشز زين مثل الطقع ده تصير تكون يا أما سينجل يا أما مالتيبل، كور لونها ريد بينك بيربل شوية مثل هذه مايل على بنفسجي وحمار، زين، وتكون وين كونفايند وين موجودة باللور اكستريميتيز أكثر شيء وين باللور اكستريميتيز ركزوا بيها، زين، وتكون طبعا انت تشوفها عبالك جرانيليشن تشو انفلاميشن بس ما تعرفها لحد ما تسوي لها البايوبسي، زين، هذين الباتشز اللي ده تصير ايش راح يصير بيهن وراها على مود تعطيك البليك
حيصير بها فيوجن. من راح يصير بها فيوجن راح تتجمع راح تنطيك البليك زين، اللي هي راح يكون شكلها اكبر واوسع زين. يعني هسه انت اذا تباوع هذا تشوف انه عندك اماكن على شكل باتشز زين، لونها احمر وردي بنفسجي، وعندك اماكن صاير بها الليفيشن اللي هي هاي هي البليك زين، لان صار عندك فيوجن المالتيبل شنو باتشز عم تنطيك البليك زين. وهذا اني من راح يظل يتجمعن شيء فوق شيء زين، اضافه الى البلاد فيزلز اللي دا تيجي بيها والفلويد والبلاد كليته والدستركشن مال سيلز، فراح بالنهايه يصير على شكل نوديول زين. فيسي اول شيء باتش جمعت صارت لك بليك وجل بيها البلاد ما ادري شنو هذه الامور، بدت شوي شوي تكبر بالليت ستيج مالتها تصير على شكل نوديول زين. وجماعه النوديول يعني البيشنت هنا وصل لك الى مرحله سيفير شنو من التيومر، يعني احنا مو مرحله سيفيره من الايدز لان مو كلهم يكون عندهم ايدز زين. كل ما يكون ايرليير كل ما تلقاه بالباتشز مثل ستيج مال باتشز كل ما راح يكون احسن، كل ما راح تصعد بعد كل ما راح يكون الديزيز مور اجريسيف زين، وكل ما راح يكون يعني مور مالجننت حلو. فهو عباره عن شنو بلاد فيزلز تتجمع باتش بليك نوديول تمام. وبالنهايه اكو نوع لاخ من الانترميديت اللي هن يسموها الهيم انجيو اندوثيلوماز زين. هنا شنو عباره عن بلاد فيزلز اندوثيليوم زين، وش يسمونه وهيمنجيوماز دي تتكون لك. كل اللي مفروض انتم تعرفون عنه انه هو ما بين منه بين تو ستيجز اللي هن الانتر اللي هن البناين زين، وما بين الانابلاستيك. طبعا هم ما مسولفين اي شيء عليه حلو. هتأدي السؤال على الانترميديت ستيج اوكي تمام زين. بقى منو عندنا؟ بقى عندنا المالجنت تيومرز اللي هو اخير ستيج زين. اول نوع عندنا الانجيوساركوماز، طبعا عكس البناين اللي هي كانت الهيمنجيوماز زين، هنا انجيوساركوما. من يقول لك ساركوما يعني هذا مالجنت زين. هنا ايش يصير عندك؟ يصير عندك مالجنت بروليفريشن مال منو؟ مال البلاد فيزلز. وين اكثر شيء يصيبك؟ يصيب لك الاولد، بينما البناين كانت تصيب لك الانفنتس اكثر شيء زين. وين راح تبين عندك؟ بالسكين، سوفت تيشو، بريست، ليفر. السبب مالتها انه انت تتعرض الى كارسينوجينيك اكسبوجر، يعني مثل شنو؟ مثل الارسينيك. شخص يشتغل بالمبيدات الحشريه زين، او دول اللي يجون مثلا يعفرون البيوت ومدري شنو الحدائق زين، ويشتغلون بالمبيدات ممكن بها ارسينيك وهو ما يدري زين. ممكن الثورو تراست زين، اللي هو عباره عن فد ماده تستعمل بالراديشن من يريد ياخذون ايمجينج زين، او البوليفينيل كلورايد. البوليفينيل كلورايد هاي واحده من المواد اللي يستخدموها جماعه اللي يشتغلون بالبلاستيك زين. فدول اللي يشتغلون بالمعامل مال البلاستيك والديلي يعني اكسبوجر لها راح يصير عندهم تيومرز. وحتى مره كان يقول لك اتذكر يقول لك البطل البلاستيك لا تشرب منه ماي اكثر من مره ذبع عمود ليصير عندك سرطان. الربط مالته هي هنا ثم يعني ما كانوا يدرون شنو فكره من عندها زين. فالسبب مالته شنو هو؟ كارسينوجينيك اكسبوجر. شنو الثلاثه؟ ارسينيك، ثورو تراست، والبوليفينيل كلورايد زين. هذا شو راح يسوي لك؟ راح يسوي لك ابنورمال بروليفريشن ويكون مالجننت زين. شنو اكو شيء بعد؟ ماكو فد ذاك الشيء المهم اللي موجود بيها. النوع الاخ من المالجننت اللي هي الهيمي انجيو بيريست البيريس البيريسايتوماز. هذا هنا التيومر من دا يطلع؟ البلاد فيزلز زين، اكو بيها سراوندينج سيلز اللي هي ممكن فايبروبلاست ممكن مايوفايبروبلاست زين.
هذني موجودات ولهن multiple functions حسب النيد مالتهم، لا تطبون انتو زايد بها، بس انه عرفوا انه البلد فيزل هو ما معيوف واحدة هيج، اكو سيلز حاوطته زين. فهذني السيلز اكو لها فترة لازم تموت ويصير هالابليكيشن وتتجدد، فممكن تأدي لك وتسوي لك تيومر. وين موجود؟ موجود باللور اكستريميتي، حالة حالة جماعة منو؟ جماعة الكابوسي ساركوما زين. فمن شنو متكون لك؟ عبارة عن مالتيبل، بما انه احنا دا نحكي على البلاد فيزلز تيومرز، اكيد عندنا مالتيبل شنو هنا بلاد فيزلز ان ذا سايز مال كابيلاريز، وبيناتها ساينوسويدز او شانلز وحده كونكتد ويا الاخ، ويكون الشكل مالتها سبندل. طبعا انتم لا تركزون انه هي من شنو متكونين، لان كليتهم نفس الفكره، بلاد فيزلز وبيها شانلز، بس واحد بالسايز مال فين، واحد بالسايز مال ارتري ميديوم او سمول، واحد بالسايز مال الكابيلاري. ممكن بعدين يسوي لك ميتاستاسيس لللانج وللبون وللليفر زين. وشكرا جزيلا، هذه هي نهايه المحاضره. اكو شيء كان صعب ما فهمته يحتاج انه اعيده؟ ماكو اي سؤال؟ تمام اوكي. ها يا شباب المحاضره خلصت، تقدرون تاخذون راحتكم. مع السلامه.